يعطيكم العافية يا جماعة وأهلا فيكم في يوم جديد. يوم جديد يعني فيديو جديد. هتسألني ليش عم بحكي كلمة يوم وما عم بحكي كلمة جمعة؟ أحكي لك ليش. لأنه زي ما أنت تعودت صار في فيديو منتصف الأسبوع، أنا ما بعرف هذا الفيديو حينزل في منتصف الأسبوع ولا في يوم الجمعة، لأنه في كثير فيديوهات وكثير لخبطة قاعدة عم بتصير. لذلك عزيزي المتابع better be safe than sorry، الأحسن إنك تضمن ولا تتأسف. للأمانة أنا هذا الفيديو ما بعرف أنتو كيف حتستقبلوه، أنا أتمنى أنكم تحبوه لأنه أنا هحكي لكم يا عمي، طول بالك هحكي لك ليش هاي التساؤلات كلها في راسي. اكتشفت أنه أنا عندي شغف لنوع فيديوهات معين بحبه كثير، وكل ما يطلعوا لي بحضرهم للآخر، وفي مرات بعيد الفيديو يعني مرتين ثلاث لأني بنبسط في الإشي اللي صار جواته. وبعد ما اكتشفت أنه أنا بحب هاي الفيديوهات صفنت هيك ضعت، قعدت افكر طب اذا انا بحب هاي الفيديوهات اكيد في ناس كثير بتحبهم زيي وعليهم لايكات عاليه وعليهم فيوهات عاليه، الفيديوهات هاي عليها قبول، بس ما بعرف اذا انتم حتحبوها وتتقبلوها، لانه احنا متعودين على نمط معين في هاي القناه، وانا عم بحاول انوع في القناه. لذلك اللي حنحضر اليوم كالاتي: مش كلياتنا بنحب كره القدم، ولكن معظمنا خلينا نحكي بحبوا كره القدم، وفي ناس ما بحبوا كره القدم وهذا شيء طبيعي، ولكن على التيك توك وعلى الريل في ناس عم بمنتجوا لقطات من كره القدم وبيعرضوها بطريقه كثير حلوه بتخلي الواحد عن جد يستجمع ذكريات كروية حلوة، اثنين ينذهل في التصرف اللي صار جوا الفيديو، وثلاثة في اشياء كتير بتضحك، يعني هم تجميع مقاطع منتجة بطريقة حلوة مع ميمز، يعني في برضو ميمز ممكن نلاقي في النص جوا، وفي ناس عارضينها بطريقة كوميدية. ليس يا ابو الوز بتحكي كتير، يا زلمة بتحكي كتير اسكت. على العموم بدي منك تكتب لي تحت في الكومنتات اذا انت حبيت هذا الفيديو، اذا بدك ينعمل سلسلة او لا، اذا بدك ينعمل سلسلة هي انعرض هون مرة واحدة شفنا شو الوضع وكان به. هيا بنا عزيز المتابع نبلش بأول فيديو. شو اللي صار؟ دقيقة. هاي حقيقة؟ مستحيل هاي حقيقة. في نقطة مهمة جدا لازم انوه عليها، معلوماتي الكروية على جدي، تمام؟ خربطت باسم لاعب في نادي بلعب فيه، لا تعصب عادي، يعني انا اموري على جدي وبعترف، تمام؟ فيديو اللي بعده. والله زلم والله جدها، هاي هي الجرينتا اللي من جوا، الشغف اللي نفسي لما نلعب كره انا واصحابي اي حدا بس يكون عنده هاي الجرينتا، انا بكون حاسس في الجرينتا هيك وبروح وباجي وما بستسلم. اللي بعده. دقيقه كيك شو يا زلمه، يا باي شو بيشبه نيمار وبيليه، هذول مش هم. دقيقه احنا هسه في الديب ويب. إذا أنا مذهول كيف في كمية ناس بيشبهوا لاعبين، طلع هذا قديه بيشبه نيمار، هذا هبل، والزلم اللي لابس أبيض أسود سانتوس، طلع قديه بيشبه بيليه، هبل، فات لك ليفربول صلاح، من بعيد عشان تشبه صلاح، وهذا على أساس رونالدينيو يعني، بس جار عليه الزمن كثير جار عليه الزمن، وهي مارسيلو. كيف التموا مع بعض، نفسي أعرف. انا ما بعرف اذا هاي ذكاء ولا وساخه او الاثنين، يعني هو خليط استعمل ذكائه في الوساخه فصفه، هو ذكي بس وسخ يعني فيها سفاله. حكم اين انت سيدي الحكم. طلع ما احلى الايديت يا زلمه، والله انه هذا الفيديو حلو، والله هذا الفيديو مرعب قد ايه حلو، كثير يعني الفيديو من 10 بقيمه 9، كثير حلو. الزلمه اللي منتج هذا الفيديو بيستاهل يوصل اماكن بعيده على التخيل اللي عنده على الفنان. والله قدها، ضرب صاحبه في الملعب واظن الحكم يعني ما اخذ اجراء صحيح، فمبابي لانه صاحبه انتقم لصاحبه، والله زلمه وقدها. دقيقه، نيمار turned up to his ex-girlfriend's wedding. نيمار راح على زفاف صديقته القديمه اللي تركوا بعض، مش عارف اذا هاي حقيقه ولا لا، خلينا نحضر ونشوف. لا
لانه وعدها انه حيكون موجود في احلى يوم في حياتها. والله يا ابو النمز اذا الحكي هذا صحيح والله انك جدها انسان. مش عارف حبيت هاي اللقطه ما بعرف عسل عسل كثير حلو يعني لقطه انسانيه جميله. هسه ممكن تكون مش فارقه معه بالمره الان يعني بعد ما صار ابو النمز ابو النمز بقول بدور في بالها انه هي شو سويت وبتكون صافني في النمار وصافني. كل التحيه والاحترام لك ابو النمار والله ما هي سهله الموقف اللي انت محطوط فيه هذا والله ما هو سهل بس والله انك جدها. لبعد زلمه زلمه فقط هذا هو الذكاء اللي مش عوساخه ذكاء نظيف. شفت شفت زلمه فهمان زلمه بيعرف شو بيعمل. لا ما في حكي يوسف قد ايه انا بحب هاي اللقطات. ما في ما في ما لا يوجد. اللي بعده يا زلمة بحب لما بيمنتجوا لقطات اللعيبة في مواقف يعني هاي لقطة ليفاندوسكي لما انتقل من دورتموند لبايرن وارجع التقى بصاحبه ماركو رويس فطلعوا على بعض هاي التطليعة. شوف كيف استعملوها في شيء تاني تماما يعني في شيء مالوش دخل. حبيت الفيديو ننتقل للفيديو اللي بعده لا اجيب لحالي مشاكل. لذيذ لذيذ ما احلاها يا رجل ما احلاها ما احلى القطعه ما احلاها يا زلمه. هذول اللي بمنتجوا هاي الفيديوهات انا بحبهم انا بعشقهم. رونالدو بيكون بيلعب في اليوفي اللقطه الاولى بيكون بيلعب في اليوفي بعدين بيرفع الكره وبيعمل كات وبتيجي انه الكره ارتفعت لرونالدو لما كان يلعب في مدريد وجاب الجول الاسطوري في يوفنتوس. طلع هذا الفيديو انا بقيمه 9.5. يا الله العظيم هاي القصص بتضحك والله بتضحك. شايفين الأشياء اللي بتضحك الله نيمار نيمار لن يكرر يا اخوان. صعب تلاقي حدا هيك بشخصيته المغرورة فنان. لما محرز بعث ديلي علي لفورتنايت مش فاهم لهسا حنحضر ممكن نفهم سوا ممكن ما نفهم. ما فهمت ليش فورتنايت بس اللي بعده. بس يا باي ما أشتره يا الله ما أشتره شو هاد دقيقة دقيقة شال ستة مع الحارس هبل هبل هبل. بس الإدت متعوب عليه كثير حبيت. يا الله ما ارزل الحارس يعني خسران 3-0 حب مشي مرقها مرقها حلو حلو كثير الاشي يعني مرقه لا لا يعني لا تقتل المتعه يا مسلم. يعني هاي الصوره لو ميسي يحط عقله براسه وينزلها بوست اكتساح اكثر صوره عليها لايكات في العالم انا متاكد. قشعر بدني قشعر بدني انت متخيل تخيلها معي تخيلها معي نهائي كأس العالم 2022 في قطر البرتغال والأرجنتين يا بني حلم حياتي هذا الاشي يصير. طيب هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. حطوا في بالكم انه انا عن جد بهمني رأيكم اذا انتم بتحبوا تحضروا هاي الفيديوهات زيي ولا لا. اذا لا عادي اكتب لي تحت. اذا هذا اشي نار لانه انا بس بستمتع في هاي الفيديوهات عن جد ما عندي مشاكل اضيع ساعات وانا بحضرهم. اذا انت مش مشترك في القناة لو سمحت اشترك كثير قربنا على 2 مليون. يعطيكم الف عافية واتمنى لكم اسبوع جميل.